بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 18 في مدارسة كتاب الفتن والحوادث الذي جمعه الشيخ أبو عبد الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، بسم الله. من حيث وقفنا، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم عليه السلام، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فيشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس وتكون الفرس بالدريهمات. قيل: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. فقيل له: وما يغلي الثور؟ قال: تحرث الأرض كلها. وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، فيأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها فلا تنبت خضرا، ولا يبقى ذات ظلف إلا هلك إلا ما شاء الله. فقيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا تتمة الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخرجه ابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد والطبراني وغيرهما. ومعناه ثبت في الأحاديث التي قبله، وإنما ساق الشيخ هذه الرواية مفسرة وموضحة للروايات قبلها. قال: وتكون الأرض مثل فاثور الفضة. فاثور الفضة هو الطست والتبسي وطوفرية من فضة، أي أنها كالزلقة أو كالزلفة، تنبت نباتها بعهد آدم عليه السلام. فيه أن المعاصي والذنوب لها أثر على بركة الأرض وبركة ما تخرج. ولهذا لما وجد من بني آدم من يكفر ويشرك بالله، ارتد ذلك أثره حتى على نبات الأرض وعلى بهائم الأرض. في آخر الزمان تعود الأرض في بركتها كما كانت في أوله، قبل أن يعصى عليها بمعصية. ومن بركة هذه الأرض أنه يجتمع النفر وهم الجماعة على قطف من العنب يكفيهم، على عنقود واحد من العنب يكفي جماعة فيشبعهم، ويجتمع النفر وهم العصابة كما سبق على الرمانة الواحدة فتشبعهم. قال: ويكون الثور بكذا وكذا. الثور الحيوان المعروف الذي هو ذكر البقر، يكون غاليا
ما وجه غلاه؟ وجه غلاه أن الناس يحتاجونه للحرث، وفيه أن الآلات الحديثة والطاقة تنضب في آخر الزمان، فيرجع الناس إلى ما كانوا عليه في أولهم، وتكون الفرس التي هي أغلى من الثور بالدريهمات، أي بقيمة قليلة، فقوله الدريهمات من باب التصغير للتقليل. ولهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم، قيل يا رسول الله ما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا، ليس هناك حرب ولا جدال ولا جهاد، فأما الجهاد فانتفى لوجود المؤمنين بإطباق الأرض، فمن يجاهد؟ ولا حرب لأنه سلت السخائن من الصدور، وذهبت الضغائن والتشاحن الذي يورث الهرج والحرب والقتل. قيل وما يغلي الثور يا رسول الله؟ قال تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، هذه علامات كونية لخروج الدجال. العلامات لخروج الدجال يمكن نقسمها إلى قسمين، علامات شرعية وعلامات كونية. فأما العلامات الشرعية فما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، قبل الدجال سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، أي أن الزمان يفسد بفساد أهله، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. من العلامات الشرعية ما روى أحمد بإسناد جيد عن الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ذهولا بانشغالهم بالدنيا، لم ينسوه ولم يغب عنهم لكنهم ذهلوا عنه كما الموت ذهل الناس عن ذكره، وإلا كل بني آدم مؤمنهم وكافرهم مقر بالموت، لكن لانشغالهم بالدنيا والترف والفتن استبطأوا الموت عنهم. قال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر لا تحذر منه، لا تورد ما جاء فيه من الأحاديث في فتنته وشره. والمنابر هنا يشمل منابر الجمعة ومنابر الدرس والوعظ ومنابر التدريس ومنابر الإعلام، فإنها غفلت غفلة عظيمة عن الدجال. حتى في أمثل هذه المنابر، منابر الجمعة التي أوجب الله على المستوطنين شهودها من الرجال، أوجب الله على الرجال المستوطنين شهود الجمعة وحضورها، تسمع من الخطبة تشريقا وتغريبا، حتى بعض الخطبة كأنه يحلل المجريات السياسية كأنك تنظر إلى قناة إخبارية، ومتى تحدث هذا عن الدجال تحذيرا وإنذارا منه، أو تحدث عما ينفع الناس في دينهم وعقيدتهم وعباداتهم؟ لماذا؟ لأنه تولى سدتها أهل التهويج، ولم يتولى سدتها أهل الفقه وأهل العلم. لما تولى خطابة الجمعة العلماء نفعوا الناس وتخرج الناس من تحتهم فعرفوا دينهم وعقيدتهم، ولما تولاها المندفعون قليل العلم ضعيف العقل شرقوا وغربوا، وخرج الناس من الجمعة بلا فائدة إلا ما رحم الله. هذه من العلامات الشرعية. من العلامات الشرعية في خروج الدجال كثرة الفساد والفتن التي يرقق بعضها بعضا، حتى تأتي فتنة الدجال فتنسي ما قبلها. والأيام حبلى حبلى أيها الإخوة بأنواع من الفتن، كفانا الله وإياكم المسلمين جميعا شر ما تضع. القسم الثاني علامات كونية لخروج الدجال، ومنها ما جاء في الحديث إن قبل الدجال 3 سنوات شداد، فأما الأولى فتؤمر السماء أن تمسك ثلث ما بها، أي لا تنزل إلا ثلثي ما فيها من المطر، ويصيب الناس قحط تدريجي وجدب
مرحلي. السنة الثانية تمسك السماء ثلثي ما بها، السنة الثالثة لا تنزل إلا ثلث ما بها، فيصيب الناس مجاعة وجدب وقحط. والآن يتنادى الناس عن الانفجار السكاني وعن ما يغنيهم من الطعام، فإذا ظهر الدجال وهم في شدة حاجة وفاقة فيبتليهم البلاء العظيم، يأمر السماء فتنبت، يأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت لمن آمن به واتبعه وانقاد له. أما من لم يؤمن به ويكفر به فإنه يزداد محلا على محله ونقصا على نقصه. قال: فلا تنبت خضراء ولا يبقى ذات ظلف إلا هلك. ذات ظلف الغنم والبقر هي ذوات الظلف التي ترعى قريبا، والإبل تبعد، والإبل ليست من ذوات الظلوف إلا تبعا، وإلا لها المنسم وهو ظفرها الشديد. ولهذا يقول زهير بن أبي سلمى: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي، إلى قوله: يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. المنسم هو ظلف البعير الذي كالمسمار وكالدريل في الرجل من شدته. إلا هلك لأن الماء القطر من السماء قد منع، إلا ما شاء الله، أي استثناء على قلة. فقيل: يا رسول الله، ما يعيش الناس؟ ويجوز فيها الوجه الثاني: ما يعيش الناس، أي ما يغنيهم في العيش ويكفيهم في العيش في ذلك الزمان. قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. وهذا له في خلق الله مثل: الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وإنما حياتها بذكر الله عز وجل. آخر الزمان كذلك، يعيش الناس ما يعيش الملائكة، يعيشهم ما يعيش الملائكة، أي أن ذكر الله من قلوب مؤمنة صادقة يغنيها عن كثير من الطعام والشراب. وفي مقابله، لأن الشيء يعرف بضده، قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء لا يشبع. وهذا في أثر الدين وأثر الإيمان على المعاش، فإن الإيمان يغني الإنسان عن معاش الناس وتعلق بهم، وعدم الإيمان يزيده تعلقا بالناس وتعلقا بالأمور المادية. يقول أبو الحسن الطنافسي: سمعت عبد الرحمن المحاربي أحد الرواة قال: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب. من المؤدب؟ الذي يعلم الصبيان الصغار في الكتاتيب حتى يلقنه الصبيان فيحفظونه، لأنه من أحاديث الإسلام العظيمة التي فيها التنبيه على أخطر فتنة وأشدها وأفظعها، وهي فتنة الدجال وسبب الوقاية منه. ما ذكره الشيخ في هذه الأحاديث ما قصر في ذكر الدجال والتحذير منه، وسيعيد أيضا ذكر أحاديث أخرى، لكن سيذكر في الباب الذي بعده نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. وهذه العلامة من علامات الساعة الكبرى العشر، التي هي طلوع الشمس من المغرب، والدخان، والدابة، والدجال، ونزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، وخسوف في المشرق، وخسوف في المغرب، وخسوف في هذه الجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، كما في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نزول عيسى عليه السلام.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب. عندك عادلا ولا عدلا؟ أحسن عملك عادلا بألف. أي نعم. أي نعم. اثبتها يا شيخ. المحفوظ عندي أنه لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا، لكن يصح عادلا ويستقيم به المعنى. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلائص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نعم. هذا الحديث كما سبق نظائره في ذكر علامة من علامات الساعة الكبرى. لماذا أفرده الشيخ بباب مستقل؟ لكثرة الأحاديث الواردة في نزول عيسى، بل جاء ذكره في القرآن في آية النساء في أواخرها: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فإن في الآية معنيان شهيران للسلف. المعنى الأول وهو الأظهر أنه سيؤمن أهل الكتاب بعيسى قبل موت عيسى، إذ الضمير على أقرب مذكور. وإن من أهل الكتاب أي لا أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، الضمير يعود على عيسى. هذا المعنى هو الأظهر والذي عليه جماهير السلف. في الآية معنى آخر وهو أضعف من الأول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت هذا الكتاب. لكن من أهل الكتاب من يموت وهو لم يؤمن بنزول عيسى، وليس إيمانه بعيسى الإيمان المنجي، بل إيمانه بعيسى الإيمان المهلك. كيف؟ باعتقاده أن عيسى ابن لله، أو أن عيسى إله، أو أن أمه عيسى وأمه إلهين، كما أطبق على ذلك فرق النصارى كلهم. في حديث أبي هريرة، والمؤلف له عناية بالصناعة الحديثية، كيف ذلك؟ بالتخريج، حيث قال: ولمسلم، ولا يذكر حديثا في هذا الكتاب إلا ويخرجه، وعامة أحاديثه التي ساقها إنما هي من كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح مسلم. وفي هذا رد عملي ومنهجي على من يتهم الشيخ بضعف البضاعة في الحديث، وهذه ما سمعناها إلا من بعض الضعاف من الطلبة. لماذا؟ قالوا: الشيخ يورد في كتبه أحاديث ضعاف، لأنه لا يعرف طريقة أهل العلم في سياقات الأحاديث. لا يمكن أن يبني الشيخ كتابا أو بابا من أبواب العلم في كتبه على حديث ضعيف من كل وجه، ما يمكن. وإنما الحديث عنده إما صح في سنده، صح في معناه ومتنه، كما في شواهد الأدلة الأخرى. لكن الناس بلوا خصوصا في آخر الزمان بالمتعالمين في قلة العلم وضعف البضاعة فيه، فما أسهل عليه من الانتقاد، حتى ظهرت نادة وشاذة في طلبة العلم همهم انتقاد العلماء والكبار وتعقب أغلاطهم، يظن بهذا أنه أتى شيئا، وما درى المسكين أنه بلي بالعجب في نفسه، وبأنه تتبع أغلاط للعلماء ظنها أغلاطا فأتي من فهمه. قال: قال صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم عليه السلام حكما عدلا، دل على أنه يتولى ولاية قضاء أو إمرة، أما الإمرة العامة فهي للمهدي، وأنه سيحكم بين الناس بالعدل. أي عدل سيحكم به؟ إنما هو شريعة الإسلام. لن يحكم بشريعته لأن شريعته قد رفعت ونسخت، وما بقي منها فقد غير وبدل، ولو حكم فيها ما صارت شريعة عادلة.
ولا يكسرن الصليب الذي تعظمه النصارى وتفتدي فيه على عيسى أعظم فرية، ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية، يضعها يعني لا يقبلها، لا يقبلها إما إسلام أو إيمان، وسيأتي في إما إسلام أو جهاد، وسيأتي في المهدي أنه كذلك يضع الجزية، والجزية في وضعها أو في احتسابها أنها ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر مراعاة لمصالح المسلمين. والجزية تؤخذ من كل كافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من بعض الكفار ولم يأخذها من بعضهم، أخذها من نصارى نجران، وأخذها من مجوس هجر مجوس الأحساء، وأخذها من كفار تغلب، ولم يأخذ الجزية من اليهود، ولم يأخذها من مشركي مكة ولا مشركي الطائف ولا عامة مشركي العرب، فدل على أن أخذ الجزية من الكافر أنه من الولايات السلطانية التي ترجع إلى اختيار ولي الأمر مراعاة للمصالح. قال: وليتركن القلائس فلا يسعى عليها. ما القلائس؟ جمع قلوص، وهي النوق، ولهذا تغنى الشعراء بقلائسهم، فقلوسه ناقته، تترك الإبل ولا يسعى عليها مع أنها خير ما للعرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الإبل خير ما للعرب، في آخر الزمان تترك القلائس وتترك الإبل، لماذا؟ لأن الناس استغنوا، ولما في رعايتها والسعاية عليها من الشدة والكلفة. ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، يزول ذلك من النفوس بما يكون في العدل والبركة التي يجعلها الله بإمامة المهدي ونزول عيسى وهذا الماء الذي ينزله من السماء. وليدعون، أي يدعى الناس إلى المال فلا يقبله أحد، استغنوا، ومع الغنى ورثوا القناعة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية: فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما فأمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذه روايات في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أو فأمكم أي صلى بكم وتأمر عليكم منكم، دل على أنه لا ينزل نبيا، وإلا النبي لا يقدم عليه أحد، وإنما ينزل تابعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وها هنا شبهة يلقيها بعض النصارى، وأهل العلم يقلبون الحجة عليهم ويقلبون الدليل عليهم. وش يقول بعض النصارى؟ يقول: أنتم تؤمنون أن عيسى سينزل، طيب إذا نزل عيسى وعيسى نبي الله ورسوله، وأنتم تقولون أيها المسلمون إن خاتم النبيين من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتابكم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيش؟ وخاتم النبيين. فهل هذا يعارض، هل نزول عيسى يعارض ختم النبوة بنبينا؟ الجواب: لا يعارضه. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه نبي مبعوث بنبوته ورسالته، وإنما ينزل على أنه تابع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقلب عليهم أهل العلم هذا الدليل، أن عيسى ينزل منقادا تابعا عاملا لا بشريعته المنسوخة، وإنما بشريعة نبينا الباقية،
فهذا مما يدلل على ختم النبوة بنبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، عيسى إذا نزل أليس هو أفضل من المهدي؟ المهدي ليس صحابي، وعيسى إيش؟ لقي النبي في السماء الثالثة، يكون عيسى صحابي؟ لقي النبي عيسى في السماء الثالثة في المعراج، أينال عيسى بهذا شرف الصحبة؟ الجواب أن عيسى عنده ما هو أعظم من الصحبة، وهو إيش؟ النبوة. وكون عيسى ينزل وهو نبي لا يعارض أن يكون من هو أقل منه إماما، أي حكما للمسلمين وإماما لهم في صلاتهم، وفيها مسألة إمامة المفضول مع وجود إيش؟ الفاضل. إمامة المفضول مع وجود من هو أولى منه، أما إمامة المسلمين العامة فتنعقد بماذا؟ ببيعة أهل الحل والعقد، فلا يلزم أن يكون ولي أمرهم أفضلهم. نعم، إن تيسر الأفضل فالحمد لله، إن لم يتيسر فلا يلزم. وكذلك مثلها إمامة الصلاة، يجوز أن يؤم بالناس المفضول مع وجود من هو أفضل منه، وقد أم الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر المسلمين ورسول الله معه، وأما عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين عام تبوك والرسول صلى الله عليه وسلم صلى معه. هذه مسألة مهمة، إذا فهمها المسلم تنحل عنده كثير من شبه الخوارج وأضرابهم، خصوصا من ينازعون الناس في الإمراء. قال ابن أبي ذئب، وهو عبد الرحمن بن أبي ذئب صاحب الإمام مالك: تدري ما معنى قوله فأمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أمكم يعني حكمكم وأقام فيكم هذين الوحيين اللذين بهما المنجى، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به إيش؟ لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم. ولأحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فينزل عيسى بن مريم فيقتله، ثم يمكث في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا. وله في الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلبث عيسى في الأرض 40 لو يقول للبطحاء سير عسلا لكانت. نعم، هذان حديثان رواهما أحمد في المسند وفي كتاب الزهد له، حديث في المسند رواه من حديث عائشة، وما في الزهد من حديث أبي هريرة، واللي في المسند رواه من وجه أطول، لكن المؤلف اختصر منه ما يعني المقام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، قال: ما يبكيك يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال فبكيت، أي عظم شأن الدجال حتى أخذ منها ذلك فأخافها وبكت رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج الدجال بعدي فإن ربكم جل وعلا ليس بأعور، إنه يخرج من يهودية أصبهانا حتى يأتي المدينة، يعني مبتدأ خروجه من يهودية أصبهان في خراسان، هذا مبتدأ الخروج، وخروجه فجأة بين الشام والعراق، كما في حديث النواس: إنه خارج خلة، أي غرة، وعلى حين فجأة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. قال: حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ 7 أبواب، 7 طرق، 7 فجج. متى هذا؟ يوم خروج الدجال. والمدينة الآن لها كم طريق ينفذ إليها؟ 6. أهل المدينة يعرفون الجواب، لها 6 طرق، والسابع ينشأ له،
فلله الأمر، تجري السنن بماذا؟ تجري السنن بما يوافق تقدير الله سبحانه وتعالى. على كل ثقب أو نقب منها ملكان فيخرج إليه، أي للدجال، شرار أهلها، حتى يأتي، أي الدجال، فلسطين باب لد، فينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة إماما عادلا حكما مقسطا. وهذه المدة التي يمكث فيها المؤمنون مع عيسى بعد نزوله هي أهنأ ما يكونون فيه على الأرض. واختلفت الأحاديث، فمرنا في حديث النواس أنها 7 سنين، ومرها هنا أنها 40 سنة، فكيف نجمع بين الأحاديث؟ هل نقول إن الأحاديث متعارضة؟ حاشا وكلا. طيب، في لفظ جاء أنها 7 سنين، وفي لفظ 40 سنة، والجمع بينها والحمد لله جمع سهل متيسر، نبه إليه وحققه علماء المسلمين المحققون، وأجابوا عن ذلك بجوابين. الأول أن العدد لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما المراد أنهم يبقون مدة طويلة في عيش هنيء سالم من المنغصات النفسية والكونية. هذا الجواب الأول، وهو مضطرد على القاعدة التي سبق تقريرها في الأعداد، أنها أكثر ما تأتي لبيان إيش؟ التكثير، لا لبيان حقيقة المعدود، وهي المعبر عنه عند علماء الأصول بأن العدد لا مفهوم له. الجواب الثاني أن مدة عيش عيسى، مدة عيشه من نزوله إلى موته 40 سنة، منها 7 سنين التي يهنأ الناس فيها بعدما تنظف الأرض من أتباع الدجال، ويستتب فيها الأمن، ويكسر فيها الصليب، ويقتل فيها الخنزير، ولا يقام فيها للجهاد قائمة لاستتباب الناس على دين الله كلهم، إلى أن يكون الإذان بالريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. نعم. وللحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أذني حمار الدجال 40 ذراعا. بين أذني حمار الدجال، أحسنت، لأن في النسخة التي معي بين أذني الدجال، لا، بين أذني دابة الدجال أي حماره. أي نعم، عفى الله عنك. بين أذني حمار الدجال 40 ذراعا. وذكر الحديث إلى أن قال: وينزل عيسى بن مريم فيقتله فيمتعون 40 سنة، لا يموت أحد منهم ولا يمرض، ويقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا، وتمر الماشية بين الزرعين لا تأكل منه سنبلة واحدة، والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا، والسباع على أبواب الدور لا يؤذون أحدا، ويأخذ الرجل المد من القمح فيبذره بلا حرث، فيجيء منه 700 مد، يجيء منه 700 مد. نعم، عفى الله عنك. فيجيء منه 700 مد فيمكثون في ذلك حتى يكسر، فيمكثون في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج، فيمرحون ويفسدون، فيبعث الله دابة من الأرض فتدخل في آذانهم فيصبحون موتى أجمعين، وتنتن الأرض منهم فيؤذون الناس بنتنهم، فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحا يمانية غبراء، وتكشف ما بهم بعد 3، وقد قذفت جيفهم في البحر ولا يلبثون إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، الذي رواه الحاكم في مستدركه، فقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد وافقه وقد سكت عنه الذهبي، وحديثه هذا دلت عليه الروايات السابقة. زاد فيه أن بيني أذني حمار الدجال أي دابته مسيرة 40 ذراع أو مسافة 40 ذراع. الذراع كم يبلغ؟ قيسوا ذراعاتكم، يلا، نصف متر تقريرا،
تقريبا نصف متر، يعني ما بين الطرفين 20 مترا دابته، وسمي في الحديث بحماره أي بدابته التي يركبها. والدجال من الخوارق التي أتيها أنه يطوف الأرض كلها في مدة 40 ليلة، لكن ليلة كسنة وليلة كشهر وليلة كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، إن يقتله بباب لد بعدما يراه الدجال فيهرب منه، حتى إذا تواجه ورأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء فيعالجه برمحه فيطعنه عيسى فيقتله. قال فيبقى الناس بعد ذلك 40 سنة لا يموت أحد منهم ولا يمرض، أي بعد نزول البركة، وأن الله يبعث المطر الذي يغسل الأرض بعد تنظيفها من نتن وزهم يأجوج ومأجوج، وتبقى الأرض كالزلفة أو كالزلقة أي كطست الفضة. ويقول الرجل لغنمه ودوابه اذهبوا وارعوا، ما يستقدم له عامل يرعى إبله، وإنما ترعى بنفسها وترجع بنفسها، وتمر الماشية بين الزرعين لا تأكل لا من هذا ولا من هذا، والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا أي ينزع ما فيها من شر وفسق، والسباع على أبواب الدور، الأسد والفهد والذئب والضبعة على أبواب البيوت لا يؤذون أحدا. ويأخذ الرجل المد القمح، مد أي ربع صاع، فيبذره في الأرض من غير حرث للأرض، فيجيء منه 700 مد أي يجيء منه خير كثير. بماذا؟ الله ينبته. الآن العثري البعلي لابد من حرث الأرض، لكن هذا في آخر الزمن من البركة يذره بيده ويأتي نتاجه، وهذه من صور البركة التي يعيدها الله في الأرض قبل القيامة. قال فيمكثون في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج فيمرحون ويفسدون في الأرض، فيبعث الله دابة من الأرض وهي النغف تصيبهم في أعناقهم لما يفزع عيسى والمؤمنين الله جل وعلا دعاء أن يخلصهم من شرهم، فتدخل في آذانهم فيصبحون موتى أجمعين كما جاء في حديث النواس فيصبحون موتى كفرس نفس واحدة، وتنتن الأرض منهم فيؤذون الناس بنتنهم لكثرة عددهم وجيفهم، فيستغيثون أي المؤمنون عيسى ومن معه بالله، فيبعث الله ريحا يمانية غبرا جنوبية فتكشف هذا النتن، ويرسل الله طيرا أعناقها كأعناق الإبل فتحملها تحمل الأجساد النتنة وتلقيها في حيث شاء الله جل وعلا في البحر، ولا يلبثون إلا قليلا حتى تطلع الشمس من مغربها. أفاد بذلك أن طلوع الشمس آخر العلامات، ومعنى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أول الآيات طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت، فالأخرى تليها قريبا أو على إثرها قريبا، قيل الأولية مما يلي يوم القيامة لا مما يقع، إنما أولية مما يلي يوم القيامة. وذكر في الحديث آيتين، آية سماوية وهي طلوع الشمس من المغرب، وآية أرضية وهي دابة الأرض التي قال الله في شأنها في آخر النمل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وسيفرد لها الشيخ بابا مستقلا نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. وله فيه وأيضا في المختارة عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ريحا يبعثها على رأس 100 سنة تقبض روح كل مؤمن.
نعم. ولابن أبي شيبة عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لرجل من أهل العراق: هل تعرف أرضا فيكم كثيرة السباخ يقال لها كوثي؟ قلت نعم. قال: منها يخرج الدجال. ثم قال: إن الأشرار بعد الأخيار 20 و100 سنة، لا يدري أحد من الناس متى يدخل أولها. وقال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن خيثمة قال: يبقى الناس بعد الشمس بمغربها 20 و100 سنة. وقال عبد بن حميد: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا خيثمة يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة. ولأبي نعيم عن عبسة بن عمرو قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما كانت تعبد آباؤها 20 و100 سنة بعد نزول عيسى بن مريم. وللحاكم عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا معناه. هذه الأحاديث فيها شأن الناس بعد موت عيسى وبعد ارتفاع أمر التوحيد بموت أهله بالريح الطيبة، فيبقى في الأرض شرار أهلها، وساق فيها هذه الأحاديث برواياتها، فقال: وله أيد الحاكم في المستدرك وأيضا في المختارة. ما هي المختارة؟ الأحاديث المختارة الصحاح التي ألفها وجمعها ضياء الدين المقدسي، فإن منهجه فيها كمنهج الحاكم وكمنهج ابن خزيمة وأبي عوانة، وهو أن يخرجوا في كتبهم أحاديث صحيحة غير ما جاء في الصحيحين. وهذه الكتب الحاكم المستدرك على الصحيحين للحاكم وصحيح أبي عوانة وصحيح ابن خزيمة والأحاديث المختارة الصحاح للضياء المقدسي وما جرى مجراها، الشرط في الصحة فيها غير مسلم، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك، لأن الأمة إنما أجمعت على صحة الصحيحين، حتى جامع الترمذي الصحيح لم تجمع الأمة على كل ما فيه، لكن هذه الكتب أحسنها حالا كما يذكر المحققون صحيح ابن خزيمة، يليه صحيح أبي عوانة، يليه الأحاديث المختارة، يليه المستدرك على الصحيحين للحاكم. وعني العلماء بمستدرك الحاكم فاشتغل فيه الذهبي فلخصه وحكم عليه، لكن لم يستوعب جميع المستدرك. المؤلف الشيخ محمد أحالكم، والأول يقول: من أحيل على مليء فإيش؟ فليحتل. أحالك على المستدرك وعلى المختارة، يعني بيض الله وجهه ما قصر. عن بريدة رضي الله عنه، بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ريحا يبعثها على رأس 100 سنة تقبض روح كل مؤمن. وهذا الحديث في سياقه يعني في آخر الزمان، وهي الريح الطيبة الباردة، فهي طيبة وهي باردة وتأتي من جهة إيش؟ الشام، فتقبض أرواح المؤمنين، حتى لو أن مؤمنا في كبد جبل، أي في جوف جبل، في كهف من كهوفه أو غار من غيرانه، لدخلت عليه الريح وقبضت روحه، أي سببا في قبض ريحه، في قبض روحه. ولابن أبي شيبة أي صاحب المصنف أبو بكر ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرجل من أهل العراق، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سأل رجلا عراقيا: هل تعرف أرضا فيكم كثيرة السباخ؟ الأرض السبخة والشي المملحة، لو زرعت ما نبت فيها الزرع، تسمى عند الناس إيش؟ بالسباخ، وتسمى في الاستعمال الخاص بالقيعان قاع، مع أن أصل القيعان في الحديث الأرض المنبتة، يقال لها كوثا، كأنها والله أعلم من الكوفة. قلت نعم أعرفها. قال: منها يخرج الدجال،
وخروجه منها ليس ابتداء الخروج منها، لكن سينزلها وسيجتمع إليه من أهل العراق فيها جمع. فهنا من ليست الابتدائية وإنما من البيانية. من إيش؟ البيانية. ثم قال إن الأشرار بعد الأخيار 20 و100 سنة، أي سيبقون بعد الريح الطيب التي تقبض الأرواح المؤمنين يبقون كم؟ 120 سنة. قال لا ندري أحد من الناس متى يدخل أولها، متى تأتي، لكن إذا جاءت الريح وقبضت المؤمنين بقي الناس بعدها 120 سنة، وتقوم الساعة بعد ذلك بعد 120 سنة. في خلال 120 سنة ماذا يكون شأن الناس؟ ها؟ علم وصلاة وخير؟ لا، ليس في الأرض من يقول الله الله. طيب وش تكون ديانتهم؟ وش جماعاتهم؟ ديانتهم الشرك، الأوثان. وهذا كما سبق في الأحاديث أن الشيطان يتمثل لهم في صورة بشر ويكون لهم مكانة عنده، فيأمرهم أن يعيدوا الأوثان فيأتمرون بأمره. ومضى علينا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ومضى قوله عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يثور فيهم فيأمرهم أن يثيروا ما كان يعبد آباءهم وأسلافهم. ولهذا الآثار الآن تبقى وتعظم، ومن الآثار الأصنام على أنها متاحف وآثار ويونسكو وما إلى ذلك، إلى أن تبقى في زمان يرجع الناس إلى عبادتها. ذو الخلصة صنم لدوس كسره النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم جرير ابن عبد الله في البجليين، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة، أي أنهم يرجعون إلى الشرك مرة أخرى، لأن الناس لا بد أن يكون لهم دين، فإن بقيت فيهم آثار النبوة كانوا موحدين، وإن زالت عنهم آثار النبوة رجعوا إلى الوثنية والشرك. وفي الحديث إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذي تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن لا تقوم إلا على شرار، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الجامع المشترك لهؤلاء؟ الشرك بالله جل وعلا. الجامع بين هؤلاء وهؤلاء هو الشرك بالله. وثبت في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أمتي الأوثان. طيب ألا يعارض هذا الحديث أن الشيطان يأس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم؟ الجواب لا، فالحديث على الحالة الأغلب، أما آخر الزمان فدل عليه الأحاديث الأخرى المخصصة لعمومه. ونقف على باب فضل سكن المدينة، ونسأل الله جل وعلا عصمة ونجاة لنا ولكم ولجميع المسلمين من الفتن، إنه سبحانه ولي ذلك، والله أعلم. يقول هل صحيح أن عيسى عليه السلام يحكمان بالمذهب الحنفي؟ إذا أدركت زمانها أعلمك إن شاء الله. يحكمان بدين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يورثه متعصبة المذاهب، فإنه كما سمعتم في الأحاديث أن عيسى ينزل حكما عدلا بشريعة من؟ بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. المذاهب ترتفع ولا يبقى الناس إلا على السنة المحضة، السنة البيضاء، والله أعلم. الظاهر في الحديث وجود اليهود في فلسطين لحين ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم، فهل يعني هذا عدم خروجهم إلا بعد هذه الفتنة؟ الله أعلم، لكن لله حكمة، فإن اليهود مشرذمون، مشرذمون موزعون في العالم، ومن نحو 8 سنة
بدأوا يجتمعون في هذا المكان حتى يسهل استئصال شأفتهم بنا إن كنا كفؤا أو بمن هم خير منا. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. إلى أين يذهب من آمن بالدجال؟ يذهب في هذه الدنيا إلى أن يهلك ويموت فيكون من أهل النار. ولهذا عيسى سيبقى مدة مع المهدي في استتباع هؤلاء. وش معنى الحديث؟ فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، أي أنه يتبع هؤلاء الذين كانوا في صفوف الدجال ومع اليهود في محاربة المسلمين. كم مكث عيسى عليه السلام آخر الزمان بين المسلمين؟ وهل يرفع مرة أخرى؟ أما مكثه فقد سمعت الأحاديث أنها بين 40 و7، فمدة طول المكث 40 سنة، والتي يهنأ فيها الناس هناء لا كدر معه 7 سنين، وبعدها يموت عيسى، يموت الموت التي كتبها الله على بني آدم. وجاء في بعض الآثار أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، والله أعلم. أنا امرأة جئت للعمرة وأنا محرمة، وذهبت للفندق ودون شعور مني عملت فحص السكر، فهل هذا الدم الذي خرج لفحص السكر يؤثر في إحرامي؟ ليس من محظورات الإحرام إخراج الدم. محظورة الإحرام 9، وهي 7 في حق النساء، ليس منها إيش؟ إخراج الدم، فتحليل السكر أو التبرع بالدم أو أخذ الدم للتحليل الأخرى لا يضر المحرم حال إحرامه، والله أعلم. لدي زوجتان إحداهما تعيش معي في المملكة والأخرى في السودان، ولا تأتي في السنة إلا مدة يسيرة، فهل هذا من العدل وهل أنا آثم؟ إن كان أنت شرطت عليها هذا الشرط فهذا ليس من العدل، أما إذا كان هذا رغبتها أو هذا مقتضى ظروفكم لأولادكم وتأتيك تزورك في السنة شهر شهرين 4، فإذا جاءت فاعدل لها. والأحسن في مثل هذا أن تقول للزوجة الثانية إذا جاءت زوجة الأولى مدة كذا المدة دي كلها لها تعويضا عن ما سبق. وهذا كله مرده إلى التراضي بين الطرفين، بين الرجل وبين زوجته، لأن حق المبيت حق للمرأة، إن تنازلت عنه لها ذلك، أما يلجئها ويغصبها زوجه على ذلك فلا، والله أعلم. الدجال هو المربوط، وإلا الدجال يأتي غيره. نعم هو المربوط، هو الذي رآه تميم بن أوس الداري مربوطا، ولهذا الله جل وعلا على كل شيء قدير صوره لهم بتلك الصورة. يقول في بلادنا يخرج النساء إلى القبور كل خميس وفي أيام الأعياد، فهل يجوز هذا؟ لا، هذا الفعل حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي رواية عند أبي داود بإسناد صحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم زورات القبور. في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإن من وسائل الغلو في القبور خروج النساء إلى القبور سواء في يوم في الأسبوع أو في أيام العيد، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور عيدا، أي تخصيص يوم تزار فيه القبور، لأن هذا ما مدعاة للبدعة وهي ذريعة إلى تعظيم القبر بغير ما عظم به، وإنما جاء الإذن لزيارة القبور للرجال خاصة دون النساء. هل من سكن المدينة ومكة يعصى من الدجال؟ البقاع لا تزكي أحدا. عاش في مكة فرعون هذه الأمة، من هو؟ أبو جهل وأمية بن خلف وعبد الله بن أمية وعبد الله بن ربيعة وشيبة وعقبة ابن أبي معيط،
هل زكتهم مكة؟ ما زكتهم. عاش في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، عاشت فيها المنافقون، عاش فيها بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، ما زكتهم المدينة. إذن العيش في مكة والمدينة ليس عصمة لنا الدجال، العصمة للدجال بالإيمان والثبات عليه وبالعلم الصحيح وبالهروب منه كما سمعتم. ومرنا في الحديث أن المدينة إذا جاءها الدجال وهم بدخولها تمنعه الملائكة، فترتجف المدينة بعد ذلك كم رجفة؟ 3 رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. ما صحة حديث الجساسة؟ حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، وقد جاوز الحديث القنطرة. وما ذكره بعض أهل العلم من إعلال لبعض ألفاظه هذا محل نظر، ويجيب عنه أهل العلم بما يقتضي المقام ويناسب الحال. ما قصة ابن صياد؟ نعم، حديث ابن صياد في صحيح مسلم، أفرد لها مسلم رحمه الله بابا في كتاب الفتن وأشراط الساعة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله ولي التوفيق.